حاضر يا ولدي هتشوفه. مين فيهم العيل الصغير اللي بتدور عليه؟ الله يخرب بيتك يا هضبي، جايب لي مدرسة؟ انت مش بتقول عيل صغير تايه؟ ايوه عيل واحد. ما هم دول كل العيال التايهين من اسيوط لحد سهاج. رجعهم لاهاليهم تكسب ثواب. ايه يعني مش واسطيهم يا حاج؟ لا لقينا خلاص. ماشي يا حاج، وموضوعي عملت فيه ايه؟ جواز السفر يكون عندك قريب وهتحج. الخير اللي عملته النهارده ان شاء الله يدخلك الجنه حتف. رجع العيال الناس يا هضبي. ماشي يا حاج. مش هتقول لي خدك ورحتوا فين؟ بصي انا بقالي 10 سنين محدش سألني كنت فين ولا رحت فين. يعني مش هتقول دي أول حاجة، وتاني حاجة لما يبقى أخويا الكبير هنا حسك ما يطلعش وما تصغرينيش قدامه عشان ما أعملش معاكي حاجة تندمي عليها طول عمرك. بدرة ما تخليش اللي جوايا يطلع. هو انتوا كنتوا هتدوروا عليها في البحر؟ اهدي انت كمان هتركبينا يا بدرة؟ ايه هركب، واي حتة هتروحها هتلاقي عيني عليها. كنتوا هتدوروا عليها في المية. صندوق قديم. اي جواهي ورق مهم. ورق مهم ورق مهم. ها حجج الطين كلها في المنظره القديمه اللي هدها وانت غايب. هدها هو حر. انت ليه مش حر؟ بدره هتسكتي ولا لا؟ ورق حسابات قديمة. وهو قال لك ان الحسابات القديمة غرقت في البحر، انت صدقته؟ عاوزة توصل لإيه؟ الحقيقة. الحقيقة يعني. أنت ما تعرفش أنا عملت إيه وأنت غايب. عملت إيه؟ اللي هنعدوه ونزيدوه قدامك حاجة من التنين، يا تسكتي يا حرب عليك اليمين. برضه هتنام جاري؟ والله ما هخش اوضته، ده راجل كذاب. يا ام ابوي شكله مهموم والغربه هدته، ما تبقيش انت والايام عليه. الغربه هدتني انا بس، النار اللي جوايا ما علمهاش الا ربنا. شفت اللي حصل النهارده؟ ايه زهرة ما تبقيش تحكي لي. ما فيش. ايه شغل عيال صغيره دي؟ ابدا، جيت البيت لقيتك لا انت ولا ابوي، وعمتي توحيد جت سالت عليكم. مش عوايدها يعني تيجي توحيد؟ تلقى ابوي وحشها. ما بقتش فاهمه العيله دي خالص. اتخمدي. وبعدين يا مهم اخرتها ايه؟ مركبك هتلسع على ايه؟ هتشيل مين ولا مين؟ قلت لك روح مش ناقصة هبل. في يا مناع؟ عاوزين من راجل عمل فيها عبيط يا عم الحاج. واحنا مالنا ومال مخاليك ربنا؟
نزعجوا لهم ليه؟ تعال يا ولد. عاوز اي حاجه؟ امسوا عني لو قول يا مناع، سيبنا وحدنا. يا عم الحاج ده عبيط عبيط، يحورك ولا حاجه. قلت لك غور. تعال يا ولد. عاوز ايه؟ عاوز قرش. هو في قروش دلوقتي؟ استنى. قول. دي احسن. لا. عاوز قرش. فكها قروش زي ما انت عاوز. اسمك ايه؟ محمد. اسمك حلو. احلى اسم. الحمد لله. ادعي لنا يا ولدي. ربنا يكفيك شر نفسك واللي حواليك. الحمولة تقيلة يا ولدي. شيلها وقول يا رب. تلاقيها مش قاعدة وكتفك فاضي. يا رب. قال يا رب. قال يا رب. هيجيلك ولد. أنا عندي ولاد وخلاص كبرت يعني. لا. هيجيلك ولد ترعاه ويبقى مرعي. مرعي؟ وتبقى فرحة، فرحة كبيرة. أنت هتقول إيه؟ جت إيه؟ اتمسى بالخير يا عم الحاج. فرحة، أنت شفت الراجل اللي كان واقف معايا دلوقتي؟ ما شفتش غيرك يا عم الحاج. سبحان الله. مناع! مناع! نعم نعم. خير يا عم الحاج؟ الراجل اللي كان هنا طلع قدامك؟ معرفش، انا كنت جوا. تلقاه غار في داهيه. عملك حاجه؟ لا لا، روح انت يا مناع. حاضر. عاوز حاجه يا عم الحاج؟ متشكر يا فرح. فرح، انت مين اللي سمكي فرح؟ أبوي الله يرحمه اتولدت للدليل. تكونيش انت فرحة اللي قال عليها الراجل؟ أنهي فرحة وأنهي راجل؟ والله ماني عارف يا فرحة. تصبح على خير يا بنتي. سبحان الله.